تسمع الاذان اذن صلي مباشره صلي حافظ على الصلاه ما تتهاونش. قال انا ما نقدرش غير نصلي له خاطر كما صليش دوك ما نصليهاش ولذلك هنا هنا رساله لبعض الشباب مساكن اللي ما يعرفش انه يكون ما صلاش عامين ثلاث سنين ومن بعد كي يصلي يقولوا لازم تخلف اللي فات. هنا لا نقول له ما تخلفش اللي فات، كثر من النوافل وصلي الصلوات تاعك، ربي عفى الله عما سلف. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم واحد المره توحشنا حنايا، قال لهم توحشت، قال لهم اشتقت الى اخواني، قالوا له اولسنا اخوانك؟ قال بل انتم اصحابي، قال لهم اخواني الذين جاءوا من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، حنايا يعني حنا امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شفناش. السؤال المطروح، قالوا له الصحابه كيفاش تعرفهم يا رسول الله؟ قال لهم يوم القيامه يجوا يديهم ورجليهم بيوضا وجههم بيض عندهم اثار بيوضيه من اثار ماذا؟ من اثر الوضوء. الوضوء. بارك الله من اثر. فقلت انا نقولها لهذا الشاب، نقول له انت اذا ما كنتش تصلي كيفاش حيعرفك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه؟ علامه. علامه لازم تصلح هذوك في الارض، تصلح هذوك. اما الجانب العملي انك تحافظ على الصلاه ما تتهاونش.